بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله من المشاهدين والمستمعين لقناتي وإذاعتي طيبة على امتداد أثيرهم المبارك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وكما تعودنا دائما أننا نبدأ الحلقة قبل أن نفتح الباب لطرح الأسئلة والاستفسارات عن طريق الهاتف، نبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة نذكر بها أنفسنا وإياكم، ثم من بعد ذلك نعود للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. أما الكلمة إخوتي في الله في هذا اليوم، لا بد من الإشارة إلى أن من سنن الله تبارك وتعالى الكونية أنه ربط أحيانا بعض الأمور ببعض الأسباب، وهذه من السنن التي لا تتخلف أبدا، ويكفي أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه العزيز. ومن أعظم هذه السنن أن الله تبارك وتعالى ربط رغد العيش بالاستقامة على دينه، الراحة في الطعام والراحة في الشراب والراحة في أخذ الأموال وصرفها، ربطه الله تبارك وتعالى في كتابه بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى عقيدة وشريعة. وهذا الأمر يجب أن يوجه لكافة الناس حكاما ومحكومين. إذا استقام الجميع حكاما ومحكومين على شريعة الله تبارك وتعالى وعلى العقيدة الصحيحة، المولى تبارك وتعالى بالمقابل يفتح عليه من أبواب رحمته. ونجد هذه السنن إخوتي في الله، وهذه السنة نجدها في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني ربط المولى تبارك وتعالى فتح البركات من السماء ومن الأرض بتقوى الله عز وجل والتزام أوامر المولى تبارك وتعالى. وكذلك في قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني ماء كثيرا. لو أن الناس استقاموا على دين الله عقيدة وشريعة، المقابل أن الله تبارك وتعالى يفتح عليهم من أبواب رحمته ماء غدقا. والماء من نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، بها يعني يقوم الناس بزراعة ما يأكلون، ومنها يشرب الناس، ومنها يسقي الناس دوابهم. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: أينما يكون الماء يكون المال، وأينما يكون المال تكون الفتنة. لذلك إخوتي في الله، إذا أردنا في أي وقت من الأوقات أن يحقق الله لنا الرخاء ورغد العيش والراحة والطمأنينة، علينا أن ننظر إلى أنفسنا: هل نحن حققنا ما يكون سببا في جلب هذه الأمور أم لا؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر لا تتخلف أبدا. فكان الناس في يوم من الأيام جياعا، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم باستقامتهم. فعمر ابن عبد العزيز عليه
رضوان الله تبارك وتعالى الخليفة الراشد، لما ولي الخلافة وجد أن الخليفة الذي كان قبله قد أصدر قرارا بإيجاب الجزية على كل من كان غير مسلم ولو أسلم، ولو أسلم يعني كان من أهل الكتاب أو كان ممن يسن بهم سنة أهل الكتاب تجب عليه الجزية، وذلك لأن دولة بني أمية في عهدها انتشر الإسلام فدخل الناس في دين الله أفواجا، بالتالي قل مورد من موارد الدولة الإسلامية، فأصدر الخليفة قرارا بإيجاب الجزية على كل من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولو أسلم تستمر معه الجزية. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أصدر قرارا بإلغاء هذا القرار، وذلك لأنه مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى وأن المسلم لا يدفع الجزية. فكتب إليه أمراء الولايات وقالوا بأن خزينة الدولة قد أصبحت فارغة، فارغة، نريد رواتب الجند ورواتب الموظفين، والناس أصبحوا في أمر جلل. فرد عليهم بكتاب واحد: إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا. الجبايات هذه ليست من الدين، وإنما هذه الجبايات يعني تكون في الحالات الخاصة التي ترقى إلى مرحلة الضرورة التي إذا لم يتناولها الناس وقعوا في المحظور. لذلك إن الله لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا، إنما بعثه داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فألغى القرار، وفي تلك الأيام وعمر ما مكث إلا أكثر من سنتين ونيف، فتح الله تبارك وتعالى عليه وفاض المال في زمانه لأنه استقام على دين الله تبارك وتعالى، ففتح الله تبارك وتعالى على يديه الخير. فهذه سنة الله تبارك وتعالى، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن نستقبل بعض الأسئلة التي يعني ستأتينا إن شاء الله بعد قليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي، تحية لك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخانا عبد القادر إبراهيم شلع من السلعاب، ولكم التحية من الأهل بحطاب. أنت يا عبد القادر صوتك مالو تغير كذي، اتزوجت ولا شنو؟ لا يا ريت. تفضل يا عبد القادر. السؤال الأول. نعم. إنسان في صلاة المغرب دلق مسبوق وهو ما عارف وخش معه في الصلاة وصلى معه. نعم. هل صلاته دي صحيحة؟ لأنه أصلا الزول المسبوق ما سأله وده ما سأل زول الاثنين مشوا في حاله. هل الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني في الشهادات، أنت لو طلبوا منك تمشي تبدي شهادة تشهد على حاجة أنت حاضرة. نعم. مرات تقول يا أخي أنا زوج شغال رزق اليوم باليوم زي ما نقول، داير حق مواصلات، داير حق يوم يتل بتروح من النساء دي. نعم. هل من حقك تطلب ولا إذا كان ما مشيت أنت تحاسب لأنك كتمت هذه الشهادة؟ السؤال الثالث والأخير. نعم. برضو لما تسأل في الشهادة دي، مرات الحكاية دي مرتبطة بزمن، يقولوك الساعة كم اليوم كم، ما بتقدر تكون مذكر هذا الزمن بالضبط كده، تقول الله أعلم أنا ما عارف الساعة كم واليوم كم، هل ده برضو فيه خلل في الشهادة بتاعتك ولا إلا تكون مذكر؟ ده أنت لو سألوك عن حادثة وقعت في زمن معين لم تكن مستحضرها، صحيح؟ نعم نعم نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله. الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخونا يونس. الدكتور على الدين الأمين الزاكي، تحية خاصة مني إليك وللمشاهدين ولمجاهدين طيبا العمال الطيبين دي منا في الهدف البري لغاية الجوع. الله يبارك فيك. التحية لك أنت ولكل الأهل. الناس الطيبين دي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. أي السؤال الأول؟ السؤال الأول يا دكتور، إمام صلى الناس صلاة رباعية وقام نسى سجدة.
نعم. وانه قام عمل في جثته بعد ما الناس كلمه قال لنا في سجد عمل في جثته، بعد ما عمل في جثته الناس قال لا يحضركم، قام جاب رقعه وسلم والناس صلى وتخارج اي ذول مشي حتات ماشي. وفي نفس السؤال الاول ده يا دكتور علاء الدين امين الزكي، عرفنا الجوامع امتلأت الحمد لله رب العالمين، لكن يا دكتور علاء الدين الشيء المؤسف انا لو قلت 80% من الائمه اللي بيصلوا بالناس الجوامع وارسلنا اوراق ما عارفين اركان الصلاه ولا عارفين السنه، وان احنا بندعو في الجوامع ودعواتنا ما معروف ماشي ولا ما احنا صلاتنا زاده فوق خلف الجوامع موروثه وراثه. بس يعني الامام اذا كان ما عارف الركن اول 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 سنه ممكن يصلي بن حتى الصلاه ذاته شنو؟ هل الدين سبحه وعمه ودقن ولا فين؟ السؤال الاول ده خليه لنا. والسؤال الثاني يا دكتور على الدين الامين الزاهي بالنسبه للتربيه في الايامات دي المشغوليات بقت كثيره. يعني الابهات البيوت دي عديل بيطلعوا بالليل وبيجوا بالليل. يلا دول التربيه يعني العيال ما يجهلهم. رساله لهؤلاء الناس. والسؤال الثالث يا دكتور على الدين الامين الزاهي الضغوطات بقت على الرجال كثيره. رساله خاصه لستات البيوت يرحم الرجال حبه يعني الضغوطات والناس عارفين الحاصل شنو من غير تفاصيل. وزي ما قال جماعه هم يرحم الناس عشان الرحمه الزايدين اكثر واكثر. وجزاك الله خير احسان. الله يجزيك خير بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك خير، تفضل يا اخانا. الو؟ اي معك، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألو كده لو سمحت أنت خفض الصوت حق التلفزيون شوية كده. ألو ألو أي كده خفض الصوت حق التلفزيون شوية كده عشان أسمعك واسمعني من السماعة. مرحب. اي كده معاي انا سامعك. انا سامع ذاتي كويس. طيب اتفضل عليك. اتفضل عليك السلام. البدري محمد احمد البدري. اتفضل يا شيخ البدري. كيف الحال؟ الدومة كباشي بنقول قدم الشريعة. اليوم انا سعيد جدا جدا انه خشيت عليكم في مكالمة وعندي سؤالين. اتفضل السؤال الاول. السؤال الاول اولا مثلا في عندنا ناس بيجوا خارجين في سبيل الله في المسجد. نعم. يلا الناس ذيل بيقوموا بعد ما يقوموا يتحدثوا الحديث عن الدين وكده، بعديه طفل بيقوموا يقولوا مثلا بي مستعد ويبدوا يسجلوا في اسماء الناس وباها كده. نعم. فدائما اشوف راي الدين في الكلام ده شنو؟ انه الزول لما نجي يتحدث ومثلا يحدث اخر انه الناس خارجين في سبيل الله على حسب الكلام الحلو يعني والكلام الطيب. يعني انت مشكلتك في مساله الخروج ذاته ولا في ترتيبات الخروج ولا كيف؟ يلا بيقوموا هون ذاتهم في نفسهم بيقوموا يعملوا زي حكايه شوبش كده بتاعت العرات وحاجات زي دي. كويس؟ يلا لو حددوا مثلا الموقع بتاع الخروج الناس ما خلاص بتخرج مثلا، لكن هم بيحددوا في للمصلين في اثناء الصلاه انه مين مستعد وكده ويجيب الورقه وسجل اسمه وكده. وثلاثه يوم وثلاثه شهور وكده. ايوه كده النظام مباح كده. طيب ده واحد. ايوه ده السؤال الاول. والسؤال الثاني؟ وإما السؤال الثاني بالنسبه لشايف طوالي انا متابع في ديوان انه في ناس بيقولوا مثلا الواحد خشى على مرأة قبل ما يتزوجها انه مثلا زي مخطوبه خطبها وبعد شويه مثلا جاب منها جنى وقاموا عقدوا عليها قبل ما تنجب الجنين ده. يلا وبعد ذاك بيقوموا يستمروا في الكلام ده يعني العقد اللي قبل قبل انها تنجب الطفل حملته من الرضا او من الزنا ده ويبدا يعقدوا له عليها. يلا نحن دائما راي الدين يوجه للنازل انه يفترض العقد ده بعد ما يكون باطل. نعم انتوا قاعدين تقولوا بيكون باطل، لكن يفترض لو هو داري يواصل معاه الحياه الزوجيه انه بعد ما تنجب الطفل ده يقوم يعقد عليها عقد جديد. واما الناس بيقوموا بيواصلوا طوالي وتلقاه مواصل يجيب طفلين ثلاثه اربعه خمسه اطفال مواصل على العقد اللي كان باطل ده. هو سؤالك بالواضح كده يا اخونا البدري انه هل يجوز ان يعقد على امراه حامل ام لا؟
هذا العقد على المرأة الحامل باطل طبعا ولا صحيح؟ يلا هو ما باطل، لكن الناس ما طبعا باطل. من قال لك باطل؟ ما انا راي الدين بيقول باطل، لانه الامراء حامل. منو في الدين القى منو في الدين الراي باطل؟ ما انا سامع في طوالي في ديوانيك طوالي انه هو ما باطل. مثلا امراء حامل وتم العد عليها، مثلا المأذون بيكون ما عارف يعني ما عنده خبر، يجوا يجمعوا لنا كده يجمعوا يقوم بيقول ده انه عقد يعقدوا له. يلا هو بيكون عارفين يعني الناس على المرة دي عارفين انه المرة دي. تابعنا البدري ان شاء الله وتسمع الإجابة كاملة بإذن تعالى. جزاكم الله ألف خير. الله يجزي خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. معكم إسراء من الشمالي. اتفضل يا أختي يا إسراء. زين سؤالين. السؤال الأول، لو أنا شغال على الدين مثلا مسح فازلين أو أي حاجة جسمه قبل الوضوء، أنا لا يعرف يعني هو بيأثر على الوضوء؟ كده أعيد السؤال مرة تانية، في صوت كده ما قادر أميز الكلام. لو واحد يشغل على الدين مسح يعني فازلين ولا أي حاجة زي دي يعني أيه نعم مسحت فازلين وبعدين اتوضيت وبعده. أيوة أنا لا أعرف يعني في تأثير ولا حاجة زي دي. الفازلين وبعد الوضوء. السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني، انا سامع بعض الناس بيقولوا انه يعني مثلا لو واحد لو قدر عقرب ولا حاجه زي دي يقول انه زي يعني مثلا بيحوا عليه ولا حاجه زي دي، ويقول لك اقرا سوره الفاتحه 40 مره وما عرفت زي دي يعني. حتى بيقول لك احنا لقينا داري كم واحد يعني دي كويس، انا داري يعني في حاجه زي دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لدي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول. السؤال الأول، غسل الجنابة يخلع عن الوضوء؟ غسل الجنابة. نعم دول اغتسل لكن ما توضأ وضم صلي طوال. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، في بعض الناس بتجمع عندهم محاضرات في الجامعة. نعم. في بعض الناس تجي محاضرات في الجامعة يعني نبيل. نعم نعم. وبعد ينتهي من المحاضرة بيقولون أخوكم مقطوع. بيقول شنو؟ أخوكم يعني مقطوع. أخوكم مقطوع عبر سبيل محتاج لمساعدة. نعم. طيب. يديك العافية. تسألي عن التصرف ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، كيف تمام؟ بارك الله فيك. الله يسلمك، بارك الله فيك. تفضل يا أخانا. أنا بسأل من اللحية هل فرض ولا سنة؟ اللحية هل هي واجبة أم أنه مندوب إليها؟ فرض ولا سنة؟ إيه، تسمع الإجابة إن شاء الله. إيه يا جماعة. السلام عليكم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وإن شاء الله بعد فاصل قصير نجيب على هذه الأسئلة التي جاءتنا قبل قليل، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن وجدنا وقتا نفتح الباب للإخوة المشاهدين والمستمعين من جديد لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نبدأ الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل، ونبدأ بأسئلة أخينا عبد القادر الشلعي، وهو كالعادة سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ وهذه المسألة تعرف عند المالكية عليهم رحمة الله رحمة واسعة الاقتداء بالمقتدي، يعني شخص اقتدى بشخص وجاء آخر فاقتدى به وجعله إماما. هذه مسألة تطرح عند المالكية بهذه الكيفية، ومنع المالكية من ذلك، ولكن الصحيح إن شاء الله الذي لا إشكال فيه يعتبر هذا الشخص متصدقا على ذاك الشخص الذي جاء ولم يدرك الصلاة، ويشمله عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ الناس من الصلاة فجاء رجل فدخل المسجد فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه.
يعني يصلي معه حتى تكتب له جماعة، فقام أحد وصلى معه. وهذه يعني دلالة واضحة من النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الشخص إماما أو كان مأموما، الشخص الذي تصدق عليه سواء كان إماما أو كان مأموما. فلو كان إماما فإنه في هذه الحالة يعني فقد كان مقتديا بشخص ما، وإن كان مأموما فإنه في هذه الحالة فقد جعل هذا الشخص إماما وأتم به، جعله إماما آخر. فالمسألة فيها سعة ولا حرج فيها ولا إشكال، إنه يجوز الإنسان أن يصلي إذا وجد شخصا مسبوقا يقف بجواره فيجعله إماما فيصلي معه وتكتب له جماعة بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا عبد القادر الشرعي كذلك سأل عن الشهادة. طبعا لا بد من الإشارة إلى أن مسألة الشهادة من المسائل المهمة، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الإنسان إذا دعي إلى الشهادة لابد أن يجيب بأمر الله تبارك وتعالى، يأتي إلى الشهادة. وفي نفس الوقت المولى تبارك وتعالى خاطب القاضي الذي يتولى استنطاق الشهود والتحري مع الشهود بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. الشاهد محمي بكتاب الله عز وجل وبكلام الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الآية قبل قليل، ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالشاهد إنما أراد بيان الحق لأنه شهد واقعة، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وجه كلاما للشهود واضحا بينا. لما جاء رجل وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال له عليه الصلاة والسلام ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، يعني إذا لم يكن الأمر عندك مثل الشمس هذه فلا تشهد عليه، يعني تمشي تقول الذي تراه والذي رأيته والذي تعلمه. لذلك بعض الناس إخوتي في الله قد يستأجر من يشهد له، وهذا يسمى بشهادة الزور، وهي عدلت كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تبارك وتعالى، وهي من أكبر الكبائر شهادة الزور، حتى قال عليه الصلاة والسلام فكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، قلنا ليته سكت. فلذلك الشهادة من الأمور المهمة، والقاضي يجوز له إذا شك في شهادة الشهود أن يفرق بينهم، يعني يقبل واحد يسمعه بعد ذلك يطلع يقبل الثاني إذا شك في شهادتهم. ويجوز للقاضي أن يسأل الشاهد ما يشاء من الأمور حتى تتضح له القضية ويرى بأن الحق مع فلان أو ضد فلان. أخونا عبد القادر الشلعي بيسأل إنه والله الشاهد ده شغال يوميا ما جاء مستأجرا، يعني طبعا في ناس بيستأجروا شهود يعني سنة شهادة الزور، يعني زول يجيبوه يدو قروش ويجي يشهد على خلاف الحق وعلى خلاف ما رأى وعلى خلاف ما يعتقد أنه الصواب، يستأجر بقروش، هذه سماها شهادة الزور وهذه محرمة، لا يجوز له أن يأكل هذه القروش أبدا قولا واحدا، لأنه إنما أكل حراما فزور وغير وبدل الحق وجعله باطلا وانتزع حقوق أناس، وهذه مصيبة. وأحيانا قد يحلف الشاهد ده ويحلف كاذب، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، وفي رواية وهو عنه معرض. لابد أن تعلم بأن حقوق الناس ليست سهلة حتى تقتطعها بيمينك وبحلفك وبشهادتك، لكن إذا مثلا الإنسان كان يعني من أهل الذين يعملون في المزارع والحقول بأجرة اليوم، فإذا ذهب إلى الإدلاء بشهادته ضاعت عليه يوميته ما يقدر، في هذا الحال لا حرج ولا إشكال، يده القروش حقت اليومية حقته إذا طلبها لا حرج ولا إشكال يأخذها وحلال عليه، وكذلك حق الفطور يفطر وحق الشاي يشرب والقهوة كمان يشربها، ما في أي مشكلة يدوها له، لأن هذه ما دفعته لتغيير الحق، ما دفعته لتغيير الحق. فإن قامت الشبهة على أن هذه الأشياء، يعني في بعض الناس تلقى يبيع دينه بساندويتشي، يعني مش قروش، يبيع حتى الحياة كلها يبيعها بساندويتشي بتاع طعمية، يعني يمكن أجر بها ويغير الحقائق لأنه المسكين تعبان ومحتاج حتى لوجبة واحدة. يعني المسألة واضحة جدا يا أخي في أن الإنسان هل هذه الأموال التي دفعت له، دفعت له لأنه في الأخير المسكين حيضيع يوميته ده حقه يدو له، وإنه والله كان بيفطر في البيت
من حق اليومية يدو فطروه ما في أي مشكلة يدوها له. لكن إذا قامت شبهة إنه أدوها له عشان يستدرجوه ويجي يغير الحقيقة ويشهد للزول الأكل ده تبقى المشكلة. ولو أنها دفعت من المحكمة لهذا الشخص لكان خيرا حتى نسد الثغرات والاحتمالات الواردة في تغيير الحقائق وقلب الأمور رأسها على عقب، والله تعالى أعلم. أخونا كذلك عبد القادر قال إنه مرات إنه الزول ما بكون متقن للشهادة، ما مستحضر لكل الوقائع. طبعا الإنسان عندما يؤتى به للشهادة يشهد على ما كان مستحضرا له، يعني الشيء الذي عنده، الذي يعرفه، الشيء الذي استقر عنده. يعني تماما إذا كنت لا تعلم شيئا تقول والله لا أعلم، الساعة كم والله ما أعرف، لكن في الوقت الفلانية ما بين كذا إلى كذا، هل من معه فلان أو فلان؟ قال لا، أنا الذي يحضرني أن معه فلان، أما فلان لم أره. لابد أن تشهد بما رأيت. طبعا المصيبة والطامة الكبرى أنه بعض الناس بيحاول جهجهة الشهود حتى يجعل شهادة الشاهد مضطربة، وبالتالي القاضي لا يحكم بشهادته. هو قصده أنه والله المحامي ده أنه يقوم يضغط على الشاهد ده ويدي وسيلة جهجه تخليه يكون مضطرب، ولو كانت الشهادة مضطربة القاضي سيرفضها، بذلك يقول لك جهجه الشهادة حقت الشاهد ده عشان نغير الحقائق. أحيانا تجد جريمة قتل الشاهد فيها اثنين، والاثنين دير المحامي حق الزول المقتول استطاع أنه يجهجه الشهادة دي، يجهجها، فحكموا لهذا الشخص، والناس يعتقدون بأن هذه ما شاء الله تبارك الله ده فلاح وده نجاح وده كذا، والمسألة لا تخفى على الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع جلبة على باب أم سلمة رضي الله تعالى عنها خرج إليهم وقدم حكمه بكلمات مباركة، قال إنما أنا بشر وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. فحكم الحاكم وحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، إنما حكم لك بما ظهر له وبان من حيث الشواهد والأدلة والشهود وغير ذلك، لكن هذا الحكم لا يحل لك الحلال الحرام قط، ولا يحرم لك الحلال قط، وإنما هو يعني أمر دنيوي ستجد أن الله تبارك وتعالى يحاسبك عليه يوم القيامة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا يونس من النهود سأل كذلك 3 أسئلة. السؤال الأول قال إنه في واحد صلى في صلاة رباعية 4 ركعات، ولكنه في ركعة من ركعات الصلاة قام وسجد سجدة واحدة، ومعلوم يا جماعة أن الركعة فيها سجدتان، والسجدتان من أركان الصلاة، فإن ترك سجدة واحدة فإنها من الأركان لا تجبر بالسهو، إذا نسي الإنسان ما تجبر بالسهو، تكون الركعة كلها بطلت الركعة كاملة، ما بيجيب سجدة. يعني في قول لبعض الشافعية أنه دول ممكن يجيب سجدة، لكن الصحيح بأن الإنسان إذا نسي يعني سجدة من السجدتين فقد بطلت الركعة بكاملها. يقوم طوالي يجيب الركعة كاملة ثم بعد ذلك يسجد لي السهو، سهو النقصان أنه يعني نقص أو ترك ركعة كاملة من الصلاة سهوا ولم يكن متعمدا سهوا، وهذه الطريقة الصحيحة. وأخونا يونس سأل عن هذا السؤال، فرع عن هذا السؤال سؤالا آخر، وهو إنه بعض الناس يعني يعتلي المنبر ويصلي بالناس إماما وهو لم يقرأ شيئا ولم يعرف شيئا لا من كتاب الله ولا من فقه المسلمين، وإنما توارث هذه الإمامة أو أنه استطاع أن يغلب الناس في المسجد ويصبح إماما. والغريب في السودانيين أنهم دائما يتسابقون للإمامة ولا يعلمون أنها مسؤولية، أنك تتحمل صلاة الناس كلهم الوراق ديل. إن كنت قد صليت بالناس صلاة صحيحة تؤجر وتثاب، وإن كنت صليت صلاة وبطل الصلاة للجميع أنت المسؤول عن الصلاة دي كلها. فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يعني يسارع إلى أن يكون إماما
إلا إذا كان عالما بكتاب الله، يعني قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى على قول من يقدم الأقرأ، فقيها في شريعة الله تبارك وتعالى على قول من يقدم الأفقه، والأفقه الأقرأ يقدم في الصلاة على الأقرأ ويقدم على الأفقه فقط إذا اجتمع عنده الاثنان، والآن وبحمد الله تبارك وتعالى موجودون. وليس المقصود أن يكون الإنسان فقيها يعني مجتهدا مطلقا في شريعة الله تبارك وتعالى، أو يعني فقيها عالما نحريرا، لا، وإنما الإنسان الذي يعرف يعني أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجباتها وكذا وكذا والأشياء التي يعني يتم بها صلاته، إذا عرفها خلاص ويقرأ قراءة صحيحة، هذا الذي ينبغي أن يقدم. أخونا كذلك يونس قام سأل قال إنه بعض الناس يهمل التربية. طبعا يا جماعة التربية الآن في هذه الأيام والعياذ بالله هناك من يشاركنا التربية، هناك الآن وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب والفيسبوك وكل ما شئت من هذه الوسائل، ثم القنوات الفضائية أصبحت الآن تشارك الآباء التربية، ثم بعد ذلك الطرقات وما فيها من مصائب أصبحت تشارك الناس التربية، المدارس نفسها أصبحت كذلك يعني عبئا ثقيلا على الناس، لأن كثيرا من المدارس تخلت عن المسؤولية في التربية، وأن المربي أو الأستاذ أو خلافه ما عاد يهتم بمسألة التربية، وإنما أصبح فقط يدرس ويعلم ثم يخرج من قاعة الدرس إلى مكاري وجهته. لكن يا جماعة لا بد لنا أن نراعي مسألة مهمة، طبعا البيت وحده لا يكفي، الطفل لما يجيك البيت تأكد أنه تعرض لأشياء كثيرة جدا في الشارع، وتعرض لأشياء في وسائل التواصل، وتعرض لأشياء من المدرسة، والطفل نفسه يعني هذا المسكين يعني دخل في القنوات الفضائية ورأى أشياء يعني تخالف المنهج الصحيح في التربية فالتقطها واستقرت عنده. فهؤلاء إخوتي في الله يحتاجون إلى رعاية خاصة وإلى معاملة خاصة، وإن كان الأمر صعبا، يعني الأمر في هذا مرحلة جماعة صعب شديد، يعني أنت بقيت براك ما تقدر، لابد من اشتراك وسائط التربية بكاملها في تربية النشأ وتعليم الأطفال الصغار، لابد من مشاركة لذلك الإنسان في بيته يحاول يتحكم في القنوات الفضائية، ويتحكم في استخدام الشباب الصغار للهواتف وغير ذلك، ويحاول بقدر المستطاع أنه يتحكم في أصدقاء أولاده، لأن الصديق يؤثر في صديقه أكثر من تأثير الأب في أولاده. فهي المسألة الحقيقة في هذه الأيام صعبة شديدة، تحتاج منا إلى رعاية وعناية خاصة وجهد وتعب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الآباء لذلك. أخونا يونس كذلك سأل أنه قال ندي نصيحة للزوجات في هذه الأيام. طبعا يا جماعة لابد أن تعلموا بأن الأيام دول، والدهر قلب، والدنيا طبعت على كدر، مرة تصفو ومرة يعني لا تصفو، والإنسان أحواله تتقلب من وقت لآخر كما ذكرنا في مقدمة الحلقة. ولذلك الإنسان لابد أن يتعاون ويحصل التعاون بينه وبين أهله في داخل بيته ليتجاوزوا الظروف الصعبة والأيام الشديدة، يتعاونوا في ذلك. يعني المرأة ما تستغل يعني حاجة أو علاقة زوجها بها وحب زوجها لها فتحاول أن تأخذ منه أموالا في هذه الظروف الصعبة، وهو محتاج إلى هذه الأموال في سد ثغرات عظيمة في داخل بيته. المشكلة جماعة الآن بقت المصرفات في الأولاد والمدارس والأكل والشرب، والإنسان يحاول بقدر المستطاع أنه يكفي أولاده الحاجة حتى ما يتطلعوا إلى آخرين ويمدوا أيديهم إلى آخرين. فهذه المسألة إخوتي في الله تحتاج منا للتعاون، لا بد أن تتعاون المرأة مع زوجها في كيفية الصرف في داخل البيت، يحاول أنه الله يضع ميزانية للبيت. البيت ده يا جماعة ما إدارة مصغرة، البيت ده إدارة مصغرة، من ينجح في إدارة بيته ينجح في أي مكان في أي إدارة في المجتمع. إدارة الصراع في داخل البيت من أصعب أنواع إدارة الصراع، يعني الإنسان داخل بيته كيف يتعامل مع أزواجه وزوجته، ولو عندك زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة بيكون في صراع في داخل البيت.
أنت إذا كنت حكيما استطعت إدارة الصراع في داخل البيت، معنى هذا وفقت لإدارة أي صراع في أي مكان. يعني ستكون موفق، ستكون إن شاء الله جاهزا ومعدا لإدارة أي صراع في أي مكان من الأمكنة. ليه؟ لأنك أنت في داخل البيت نجحت. كذلك البيت إخوتي في الله في ميزانية، في صرف بيصرف على البيت. نحن ماذا لنحصي يعني نقوم نحسب؟ لا، نقوم نتعاون، نقول والله يا جماعة المرتب حقي كده، يا حاجة لو سمحتي ما تكتر الطلبات في مثل هذه الأيام، لأنه كترت الطلبات نحن في الأخير في آخر الشهر حنكون عندنا مشكلة في الصرف، الحكاية بتقصر، ولو قصرت حنضطر نتدين، والديون كل ما كترت حتكون علينا وعليك أنت. لذلك التعاون والتفاهم وفي هذا الباب مطلوب ومهم جدا. والعبرة جماعة ليس بالكثرة، لأن بعض النساء جزاهن الله خيرا، بعض النساء يعني ما نثقل عليهن يعني كثيرا، نقول بعض النساء تلقاها تضغط على زوجها حتى إنه يمشي يلتمس الحرام ويأتيها بما تريد من الطلبات. لذلك كانت بعض النساء الفاضلات إذا خرج زوجها من بيته تقول يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا. الحلال البسيط يا أخواتي فيه البركة، فيه البركة وفيه الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للناس في أرزاقهم. أستأذنكم قليلا إن شاء الله ثم نعود بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل عبر الهاتف. أخونا البدري محمد أحمد سأل سؤالين. السؤال الأول يعني تحدث عن مسألة الخروج في سبيل الله، هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ طبعا كما كررنا دائما أننا في هذا البرنامج وأنا شخصيا لا أتحدث عن الجماعات ولا أتكلم عن الطوائف، وإنما أتكلم عن التصرفات والممارسات التي قد تصدر من بعض الناس أيا كان هذا الإنسان، سواء كان من الطائفة الفلانية أو الطائفة العلانية. فلذلك النازلة أو السؤال الذي يجب أن يطرح، هل يجوز للإنسان أن يخرج في سبيل الله تبارك وتعالى فيدعو إلى الله عز وجل؟ طبعا ما في حرج ولا إشكال، الدعوة هذه واجبة، بل سبحان الله ربنا تبارك وتعالى في كتاب العزيز قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني دا أحسن الناس خطابا وكلاما أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويذكر الناس بدين الله عز وجل بشريعة الله تبارك وتعالى ويوجه الناس توجيهات شرعية مباركة، هذا لا شك. لذلك الناس لم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالخروج لتبليغ دعوة الله عز وجل وتعليم الناس الخير في أي مكان وفي أي جهة لا حرج فيه ولا إشكال. يبقى بعد ذلك هذا الخروج هل له ترتيب معين أو له شكل معين؟ طبعا دي مسائل حقت وسائل لا علاقة لها بالمقاصد، قضية متعلقة بالوسائل. يعني هم الإنسان يخرج هذا أمر مشروع، لكن هو قام ورتب وسيلة لهذا الخروج حتى يكون الخروج نافعا ومفيدا، فرتب هذا المسألة بالتسجيل الأشخاص وبعدين يكلم الناس وبعدين يقوم يعملها 3 أيام أو 3 شهور. هذه كلها وسائل، والأصل في الوسائل الإباحة، لا نستطيع أن نقول بأنها ممنوعة والأصل في الوسائل التوقف. لا، الوسائل الأصل فيها الإباحة، لا تستطيع أن تحرم وسيلة إلا بالدليل، لأن الأصل في الوسائل خاصة وسائل الدعوة الإباحة. يأتي الإنسان بما شاء، وهذه بالرحمة الله تبارك وتعالى بالناس أنه يعني فتح لهم الباب لاستخدام الوسائل المشروعة. طبعا مع الكلام أنه الوسيلة هذه لا يعتريها تحريم بنص صحيح صريح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعتريها أبدا. إذا جاء النص فحرمها تصبح الوسيلة هذه محرمة، أما إذا لم يأتي النص فالذي أتى بها متمسك بالأصل وهو الإباحة، فيفعل ما يشاء ويختار يرتب زي ما هو عايز. إذا عندنا دليل يمنع الترتيب ده والتقسيم ده نقول والله حرام، لكن ما عندنا، أنا غايت ما وقفت على دليل. بل هناك أناس يدرسون الآن كليات الشريعة، مثلا كلية الشريعة 4 سنوات، من اللي قال الشريعة 4 سنوات؟ أو كلية القرآن الكريم 4 سنوات، من الذي قال بهذا؟ بكل هذه وسائل يا جماعة، الغرض منها أنه والله قدرنا
انه والله فتره الاربع سنوات كافيه انه الزول ده ياخذ مواد تخرجه كانسان نافع في المجتمع، او والله قدرنا. هذه كلها وسائل، لا يمكن ان نقول بان هذه عن الوسائل ممنوعه ما لم ناتي بالدليل الذي يحرم هذه الوسيله ويمنعها. لذلك يا اخي التعميم في مثل هذه الامور ليس صحيحا، لكن نقول ان الذي يخرج يجب عليه اولا ان يكون متعلما، يعني يكون ذو العالم معارف الشريعه على الاقل ولو الشيء البسيط، حتى ولو حدث الناس عن ايه واحده يكون الايه دي هضم ودرس وبحثها وعرف جوانبها، او حديث واحد ثم جاء وبلغ الناس هذا الحديث، لا حرج ولا اشكال. لكن ما يقوم واحد ما يعرف الشريعه ويقوم يكلم الناس ويقع في اخطاء كثيره جدا ويغير ويبدل زي ما هو عايز، هذه مصيبه كبيره، معناه هو يضل الناس بدل ان خرج لكي يعلمهم. الامر الثاني انه ما يكون مفتي، يعني ما يصدر يتصدر للفتوى في المسجد وهو لم يدرس شيئا من شريعه الله، يقوم الناس يقول له والله اسالوه في المسجد. طبعا زول السودانيين الان من طيبتهم انه يزول وقف الجامع قال كلام حتى ولو كان الشخص واعظا يقوم طوالي يسالوه من فتاوى، فيقوم يجيبهم طوالي على طول وعبرة المستفتي على من افتاه. فلذلك هذه الضوابط لابد ان تكون موجوده، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اخونا كذلك البدري قال انه بعض الناس بيعقدوا على امرأة وهي حامل، يعني في واحد خطب امرأة أو كان يأتيها مباشرة ولا خطبها ولا شيء، إنما كان يزورهم أو يقابلها في الطريق فحملت منه، حملت منه. والناس الآن يعني في المنطقة خافوا أهل البيت الفضيحة، وهو كذلك خاف على نفسه الفضيحة وطلب الزواج منها، إنه والله الزواج عشان يستر المسألة هذه. هل العقد على المرأة الحامل مع أنه هو ولده، هل العقد على المرأة الحامل يكون صحيحا أم يكون باطلا؟ طبعا ده يا أخي البدري ولجميع المستمعين والمشاهدين أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أهل المالكية طبعا والحنابلة قالوا بأن هذا العقد باطل ولا يجوز العقد على المرأة وهي حامل، لا يجوز، لأن استبراء الرحم شرط أساسي، والمرأة لا الرحم هي يوجد فيه شيء، ما يصح العقد. لكن الحنفية والشافعية يقولون بصحة العقد على الحامل، والشخص بعدها تصبح زوجته حتى بعد ما ولدت، بعد ما تطلع من الولادة كذلك تبقى يطوها كزوجته تماما، العقد صحيح ولا حرج ولا إشكال. وطبعا ده أوفق ليه مثلا الحنفية والشافعية، لأن فيه سترا، إذا كان أنت الآن مثلا بدي عقدت عليه عشان تستر هذه المرأة وتستر أهلها وقبيلتها وأسرتها، لأن الحفاظ على الأعراض من المقاصد المهمة في الدين، فأردت أن تحافظ على عرض هذه المرأة وعرض أهلها وإخوانها وغير ذلك، فعقدت عليها سترت هذه المرأة، خلاص لو جيت تاني عملت عقد جديد الناس حيسألوا ليه عملوا عقد جديد، يبقى المشكلة المقصد الأساسي انتفى. لذلك قول المالكية، قول الحنفية في هذا الباب والشافعية قول إن شاء الله بإذن تعالى هو يعني صحيح، قول صحيح لا حرج فيه ولا إشكال، العقد يكون إن شاء الله. المقصود هنا إنه والله ستر المرأة دي وتغطيتها وتغطية يعني سوءتها وسترها، وليس معنى هذا يا جماعة إنه الناس يقوموا يزنوا ويفعلوا، لا، هذا لا يبيح أبدا الزنا الذي فعله الإنسان، هو إنسان زاني يستحق العقوبة، يستحق الجلد 100 جلدة إذا كان يعني غير محصن، ويستحق الرجم حتى الموت إذا كان محصنا. لكن طبعا نحن في ما بنقدر نقول في إقامة الحد على الزاني، ما يمكن ابدا ان يقام الحد الا بالشهود الاربعه ويراه الجميع كالمرود في المكحل او كالرشاء في البئر، او ياتي باعتراف الانسان انه زنى بهذه المراه ويريد ان يقام عليه الحد. ما في تاريخ الاسلام بكامله ما ثبتت جريمه زنا واحده بالشهود، لان الاربعه ديل في وقت واحد يقول والله رايناه في وقت واحد وكالمرود في المكحله وكذا وكذا، هذه من ناحيه عمليه لا تتاتى ولم تثبت في تاريخ الاسلام. وكل ما ثبت في تاريخ الإسلام في الزنا ثبت باعتراف الإنسان، باعتراف إنسان يعترف، ولو أن الإنسان جاء معترفا وبدأوا إقامة الحد عليه ثم رجع يرفع عنه الضرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا رضي الله عنه فلما أثقلته الحجارة فر، فأدركه الناس بالحرة فقال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه، هل لا تركتموه، هذه معناها أن الإنسان إذا بدأوا في إقامة الحد عليه ثم رجع عن اعترافه أو هروبه يدل على رجوعه عن اعترافه، فهذا يتوقف الناس من إقامة الحد عليه. لذلك العقد يختلف من الجرم، الجرم كبير وعظيم
وارتكب الإنسان زنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما الفعل العقد هل هو صحيح إذا عقد عليها لسترها؟ العقد على مذهب الحنفية والشافعية صحيح، لا إشكال فيه ولا 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 حرج. وبعد ذلك تجد طيب الولد ده، الولد الذي طلع خرج ده هو أصلا من زنا بها لم يكن عاقد، إذا كان زنا بها فحملت من هذه الزنية والعياذ بالله فخرج الولد، فهل ينسب إليه؟ طبعا جماهير العلم إن الولد ما ينسب له، لأنه أصلا المرأة لم تكن فراشا له، لم تكن فراشا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني المرأة إذا كانت فراشا لرجل يطأها، كانت زوجة يعني يطأها، كانت زوجته فخرج غلام من هذه المرأة، فإنه في هذه الحالة يعتبر هذا الولد له، سواء كان جاء منه أو من غيره، خلاص. لأن الفراش أقوى دليل به رد النبي عليه الصلاة والسلام القافة، ونرد به الدي ان ايه كذلك في الأيام دي. إذا واحد مع زوجة وقعد معها وطلع منها ولد وبعدين الدي ان ايه قال ده ما ولده، لا، الدي ان ايه ضعيف جدا في هذا الباب، بل القوي هنا الفراش، الفراش أقوى منه ونرده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسودة احتجبي عنه لما رآه من شبه عتبة بن أبي وقاص، في نفس الحديث ده، في نفس الحديث هذا الولد الفراش قال لي احتجبي عنه يا سودة، لأنه شافه الشبه. لكن مع ذلك ما ألغى الحكم الثابت بأنه والله ألحق الولد بزمعة بن الأسود بعبد بن زمعة، وهو يعني ابن زمعة بن الأسود أخته يعني أخو أم المؤمنين زودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة له مسألة خطيرة جدا في قضية الاستلحاق، يسمى بالاستلحاق، أنه من زنى بامرأة وحملت منه ثم جاء وعقد عليها وخرج الولد يلحق به نسبا، يسمى هذا بالاستلحاق عنده. وأجازه الحنابلة، بعض الحنابلة عليهم رحمة الله رحمة واسعة والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخذنا إسراب تقول الفازلين بعد الوضوء، ما في أي حاجة، الزول قام يتمسح بزيت والله يتمسح بفازلين والله يتمسح بلوشن والله يتمسح بنيفيا ولا أي حاجة وبعد شوية يتوضأ، ما في أي مشكلة، لا يضر الوضوء والوضوء صحيح بحول الله وقوته. أخوتنا إسراء كذلك سألت عن قراءة الفاتحة بالنسبة للذيل. طبعا يا جماعة الصحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الذيل في حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، في قصة الصحابة الذين خرجوا ونزلوا على أناس يعني فيهم بخل ولدغت قائدهم يعني عقرب، فجاءوا إليهم فاسترطوا عليهم أن يعطوهم طعاما، فأعطوهم الطعام فرقى أحد الصحابة هذا الشخص بفاتحة الكتاب فشفاه الله تبارك وتعالى، حتى أن بعضهم أجاز الرقية على الكافر بسبب هذا الحديث، يعني فرقى بالفاتحة وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فضحك عليه الصلاة والسلام قال ما أدراك بأنها رقية، كيف عرفت أنها رقية؟ قال شيء وقع في نفسي، فهو فعل هذه الرقية وقال هل عندكم منه شيء، ما هل بقي من الطعام الذي أعطوكم إياه شيء، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك العلماء أجازوا من هذا الرقية، رقية العقرب بفاتحة الكتاب، لكن ما في عدد معين، أنا ما وقفت على عدد، تقرأ كما ما شاء الله لك من قراءة يعني الفاتحة ليشفى هذا المريض والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يصلي الإنسان بغسل الجنابة؟ نعم يجوز، خاصة إذا قام الإنسان واغتسل بالطريقة المسنونة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، في أن الإنسان يبدأ بغسل يديه ثم يغسل موضع الأذى ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، إن شاء أخر قدميه وإن شاء قدمهما، ثم يعني يفيض الماء على رأسه ويخلل شعر رأسه، أو يغسل الميامن أو المياسر، أو يعمم جسمه بالماء ثم يغسل قدميه في الأخير، جاز له إذا لم يقع في ناقض من نواقض الوضوء أن يصلي به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أختنا سألت عن أنه والله في واحد بيجي المسجد ويتكلم وبعد ذاك يقول يا جماعة أنا أعبر سبيل، طبعا ما في حرج أن الإنسان يعطي المحتاجين والفقراء ويساعد على إعانة ابن السبيل الذي يعني تنقطع به السبل ولا يجد شيئا، لكن المشكلة أنه في بعض الناس احترفوا هذه المهنة، جعلوها حرفة، الواحد تلقى في اليوم يطوف وكل يوم يفتعل قضية تانية، أو بعضهم تلقى يعمل عاهة في جسمه عشان يتكسب من ورائها، وكان الأفضل له أن يذهب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع مشكلة التسول، وضع لها حدا، إنه رجل من الناس دخل المسجد وفي في 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 مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اعطني مما أعطاك الله، فقال له عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه
والواضح انه شافه زول شاب وزول قوي. كيف يسال الناس تلقوه شاب وقوي يقول لي معنا محتاج؟ كيف محتاج انت؟ في زول يا جماعه ضرب البحر ده ولا مشى الخلا يشتغل جا رجع ساكت؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا. الطير دي ما عندها عقل ولا عندها قوه، لكن غدت فذهبت تلتمس الرزق فوجدت ان الله تبارك وتعالى قد هيئه لها. لذلك قالوا اذهب ائتني ما عندك، احضر وباع للناس واشتري فأسا واحتطب ولا أراك في المدينة أسبوعا كاملا. وجاء الرجل بعد أسبوع يحرك جيبه بالدراهم ويقول يا رسول الله انظر ماذا فعلت. لذلك يعني يجب أن يوجه كل من سأل إذا كان أصلا محترفا للمهنة. ودائما في الغالب أنه زول جماعة محتاج تلقاه عنده شيء من العفة. أخونا بيسأل آخر سؤال مسألة اللحية. طبعا جماعة اللحية فيها أمر من النبي عليه السلام، أعفوا وفروا أتركوا، كلها في الصحيحين. أعفوا والأمر إذا جاء من النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى الندب. يعني سنة دي معناه مندوب إليه عند الأصولين، سنة معناه مندوب إليه، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن الأدلة كلها والسبعة الموجودة في الصحيحين تدل على الأمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا يتصارف على حسب علمي. والعلم عند الله تبارك وتعالى. نكون بهذا إخوتي في الله قد وصلنا إلى ختام حلقتي اليوم من ديوان الإفتاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.